على مدار حلقات كتير من شغل عالي شفنا وتعرفنا وتكلمنا مع شخصيات كتيرة جدا من القطاع المهني، العالم اللي كان بعضنا غايب عنه كواليسه وتفاصيله. في كل مهنة كنا بنتعرف على نجومها وعلى صنايعيتها وعلى الناس اللي بتشتغل فيها، كان بيتكشف عندنا كنوز حقيقية. النهاردة وفي حلقة خاصة جدا، أنا شخصيا بعتبر نفسي محظوظة والبرنامج محظوظ إننا قدرنا نجمع مجموعة من أشطر وأجمل وأنبل مبادرات بتحصل على الأرض لخدمة المجتمع، مش بس لخدمة الشغل في شكله التقليدي بأنه شغل يعني يحقق نجاحات ويحقق مكاسب، لكن النهاردة هناخدكم في رحلة لنجاحات من نوع تاني، لجهود بتحصل على مدار الساعة بشكل مختلف تاني، لحاجات بتأثر عليا بشكل مباشر بس أنا مش عارف مين اللي وراها، مين صنعها، وإيه الرؤية اللي ورا تحقيق كل ده. النهاردة أنا متشرفة بأننا حلقتنا عن مفاهيم يمكن تكون جديدة عننا. هو الشركات تفرق معايا في حاجة؟ لو أنا ما بشتغلش في الشركة دي، هل الشركة دي بتعمل لي حاجة؟ بتفرق مع المجتمع في حاجة؟ النهاردة معانا مجموعة من المؤثرين في قطاع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأيضا الحلول اللي تخلينا نقدر نقول إنه الشغل مش كله ربح ومكاسب وفلوس، لكن كمان في جزء مهم جدا يخصنا ويهمنا، وأعتقد أنه يفرحنا جدا أننا نعرفه ونعرفهم. رحبوا معايا بالأستاذة لميس علي نجم. لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، حصلت على قلادة المرأة المصرية عام 2020، فازت بجائزة أفضل امرأة عربية في مجال المسؤولية المجتمعية، اختيرت من ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال 2015. رحبوا معانا كمان بالأستاذة نيلي محمود. نيلي محمود، خبرة واسعة بمجال التسويق والاتصالات والإعلام والمسؤولية المجتمعية للشركات المستدامة، رئيسة قسم التسويق والاتصالات في إيجي بانك، اختيرت ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة في مصر عام 2020، أدارت حاضنات أعمال مخصصة للشركات المصرية الناشئة في مختلف القطاعات، عملت بمؤسسة التمويل الدولية وعضو مجلس إدارة معتمد من قبل EIOD. رحبوا معايا بالأستاذة نجلاء نصير. نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، ضمن قائمة أكثر 50 سيدة مصرية مؤثرة في المجتمع المصري وعالم المال والأعمال، عضو مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، فازت بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، حصلت على قلادة المرأة المصرية ضمن 30 نموذجا نسائيا مصريا. هلو، نورتي نورتي يا استاذ. رحبوا معايا كمان بالأستاذ وليد حسونة. وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، رئيس مجلس إدارة باي تابس مصر، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك عودة، رئيس التمويل المهيكل والقروض المشتركة في بنك مصر، نجح في تصدر جدول ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القروض المشتركة. رحبوا معنا كمان بالأستاذة غادة حمودة. غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، اختيرت من ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيراً في مصر، عضو مستقل بلجنة الاستدامة بالبورصة المصرية، ضمن قائمة فوربس لأكثر 50 شخصية قيادية بمجال التسويق والاتصال في الشرق الأوسط، عضو مؤسس بالشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
اهلا.